خطبت إحدى الفتيات وبدأت أذهب إلى أهلها، فهل لي أن أجلس مع المخطوبة وأتحدث إليها أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الجلوس مع المخطوبة تحدث إليها لا يجوز مع الخلوة، لا بد أن تكون بحضرة أهلها أو بحضرة من تزول به الخلوة ما تسترها واحتجابها، لأنك لم تعقد عليها ولا تزال أجنبية منك ولا يباح لك منها شيء إلا بالعقد. أما مجرد الجلوس معها والحديث معها بدون خلوة وبحضرة ناس تزول بهم الخلوة فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا.